كيف فيك تقول بالألماني لشو أنت شايف حالك؟ فيك تعبر عن هذا الشيء بطرح السؤال التالي وتقول weshalb bist du so arrogant؟ weshalb bist du so arrogant؟ يعني لشو أنت هيك شايف حالك؟ لماذا تكون أنت هكذا متكبر، متغطرس، متعجرف، متعالٍ؟ إذا بهذا الشكل بتعبر عن هذا الشيء، أو ممكن تطرح سؤال آخر مماثل لألو وتقول weshalb bist du so hochnäsig؟ weshalb bist du so hochnäsig؟ يعني لشو أنت هيك كمان رافع مناخيرك للسماء؟ بهذا المعنى كمان وضمن نفس السياق فيك تستخدم أحد السؤالين لتعبر عن الشيء اللي حبيت تقوله باللغة الألمانية.